حياكم الله. طبعا احنا اليوم باستضافة مدربة الفروسية افراح المذن. افراح اللي يميزها انها تدرب فئة جدا مميزة على قلوبنا، فئة ذوي الاحتياجات الخاصة والاطفال. حياك الله معنا افراح في برنامج بيوتي. الله يحييك، مشكورين على الاستضافة. احنا سعيدين جدا ان احنا متواجدين معك هنا في هذا الاسطبل ومع الخيول والاجواء هذه، ونبي بداياتك في مجال التدريب. بداياتي كانت من 2015، بديت معاهم تدريب احتياجات الخاصة من سن 3 سنين ل 12 سنة، وبعدها بدأ حبي حق هالفئة وصار عندي شغلي بالمدرسة الاحتياجات الخاصة، وبالإضافة اللي أدربهم، فصار اليوم كامل حقهم عشان أخذ العلم والخبرة حق هالفئة. سبب اختيارك للتدريب مع أن أنت خيالة كنتي، صح؟ صح. طبعا بداياتي بالخيل الوالد الله يحفظه ما قصر، من أنا كنت بالأشهر وهو يحطني على البوني الصغير، لما شوي شوي عرف أني أنا أحب الخيل 9 سنين دخلني بنادي الفروسية عشان أتدرب أكثر، ومن بعدها خطيت بهالخطوة بمجال التدريب وصار حبي وشغفي هو الخيل. حلو. طيب يعني أفراح، إيش معنى ذوي الاحتياجات الخاصة؟ أنا يعني هذه الفئة تحتاج إلى مثلا تدريبات معينة، طرق معينة للتدريب، يعني أحس أنها تأخذ منش وقت وطاقة. صح، هو مو سهل، لأن لما يونا من تشخيصات مختلفة، وهالفئة يعني ما عندهم هم من أماكن ترفيهية إنهم يغيرون جو، ويعني حابة أشكر فجر الصباح هي اللي فتحت لي الآفاق وفتحت لي هذا المجال وتبنتني، وكانت وما زالت مرشدة لي بمجال الفروسية، وآمنت إني أنا أقدر أعطي وأدربهم. مو سهل، لهم معاملة خاصة، لهم معاملة خاصة، وخاصة لما يجونك الأهل وهم يعني الأطفال مو داخلين لا مدارس لا داخلين حضانات، فجأة جايين نادي ركوب خيل، لأن يعني راح يصير في عندهم توجيهات، راح يكون وايد موضوع صعب، خاصة أول جلسة. فالأهل لما يجون عندي ويشوفون يعني متوقع راح يكون في صراخ، متوقع راح يكون في بكي، لكن أنا من خبرتي الطويلة صار عندي مؤشرات إن هل الطفل راح يتقبل ولا ما راح يتقبل. وفعليا أول جلسة، ثاني جلسة، ثالث جلسة، لا مختلف الوضع، والحمد لله ويتنج ليست، قائمة انتظار طويلة. هالسنة وشاكرة مربط صديراوي إنهم اسمحوا لي الفرصة إني أكبر البرنامج بأنه يكون علاجي أكثر. شنو شعورك وانت يعني تشوفين مثلا ردود الأفعال الأهالي على أبنائهم، إنه صار في مثلا خطوات إيجابية في العلاج؟ إي والله الحمد لله، يعني شعور الفرحة والإنجاز، إنه يعني دائما أقول لو شيء بسيط أنا قدرت أغير، إن كانت تعدلت النوم ولا تعدل سلوك، هذا كله يعطيني دائما شعور الامتنان بثقة الأهل فيني. لأنه مو سهل أن الأهل يثقون ويعطوني ثقتهم بعيالهم. صح، ومسؤولية بعد. مسؤولية وايد كبيرة، وانت قد المسؤولية أفراح. أكيد احنا متواصلين معك، خلينا نطلع فاصل ونرجع. رجعنا نتواصل معاكم وضيفتنا المدربة، مدربة الفروسية أفراح المذن. أفراح، شنو الحالات اللي يعني تعالجونها؟ حاليا يعني عندنا التوحد، عندنا شلل دماغي، الداون، هذول أكثر شيوع حاليا اللي قاعد يجونا. وفي أحد يساعدك في التدريب ولا بروحك أنت؟ لا والله الحمد لله هالسنة متطوعين ما قصروا، فدائما يكون عندي فريق متكامل بوجودي وبوجود المتطوعين وبوجود أخصائية العلاج الطبيعي. حاليا عندي علاج طبيعي نورة اللي ما تقصر، فإحنا نحط لهم برنامج متكامل وخطة حسب كل حالة. فكل حالة لها جدولها، لها أيامها، أوقاتها. صح؟ أوقاتها. شكثر إيه؟ يأخذ التدريب أو مثلا باليوم كم ساعة؟ كل جلسة مدتها 20 دقيقة. 20 دقيقة بالدقائق إذن. إيه. حتى الركوب الخيل يعني حق العاديين والبالغين نص ساعة جروب، فعشرين دقيقة حق شخص واحد الجلسة تكون وايد مكثفة. وإحنا لأننا عارفين
لان الطفل ما راح يقدر يقعد، خاصه لان في يعني كل واحد وحالته. صح. ف 20 دقيقه وايد ممتازه. وجدول يومي باليوم بالاسبوع ايش كثر؟ بالاسبوع يا مره يا مرتين. حلو اوكي. لان كل طفل عنده جدوله. صح. كل حاله لها جدولها. اي. لا ما شاء الله يعني كل طفل يعني خاصه اللي يعني اللي بكثره عندنا التوحد كل واحد عنده جدول. فيلا مكفي وجود انه يركب خيل. كهوايه وكمتنفس له. كلنا متفقين ان كل مشروع في بداياته لازم يكون او يواجه صعوبات. صحيح. شنو الصعوبات اللي واجهتك؟ اقدر اقول الدعم، انه يكون وجود نادي متخصص حق الفئه، لان في اشياء واجهزه نحتاجها لكن تكلفتها عاليه. لكن اليوم انا قاعده اقول اللي قاعده اسويه باجتهاد شخصي، بان اجيب اخصائيه من المستشفى انها تكون متواجده مو شيء سهل. والحين عندي هم يعني الخطه الثانيه ان شاء الله هم راح يكون معي اخصائيه علاج نط واخصائيه علاج وظيفي، عشان حتى يعني الدكاتره اليوم قاعد يقولون انه يكون في مكان علاجي برا المستشفى راح يعني راح يتقبل الطفل اكثر. صح. عشان الاجواء. صح. صح. تفرق وياه وايد، راح تفرق معاه كتاثير ايجابي. واحنا بروحنا الكبار ما نحب دخلت المستشفى. صح. قولي لنا افراح موقف صار معك يعني في هذا المشوار مثلا ما تنسينه ابدا. في مره طفل عندي عمره 9 سنين، وايد صعب، كان تشخيصه توحد، الاهل يو مو راضي يركب، معصب ما شاء الله عليه طويل شويه، فالاهل خلاص فقدوا، كان نقول ما يخالف انا راح اعطيه من وقتي لان انا فيني ايمان ان الطفل يقدر. مع الوقت ركب وهو يبكي، بس هدى شويه. بعدها بيوم الام اتصلت علي وتبكي، كانت تقول لي ولدي اول مره بحياته بعد 9 سنين ينام نومه كامله، ولدي اول مره يلمس ويحط ايدينه على قطوه، يعني انت ايش سويتي فيه؟ حلو. فتاثيرات يعني ما تتوقعينها، لان خاصه ما كان يتكلم، فطريقه التواصل وايد راح تكون اصعب ان الام تفهم هو شنو يبي وليش قاعد يبكي. واذكر قصه ثانيه جت لي بنيه فيها صمت الاختياري. صمت الاختياري باختصار انه ما تكلم قدام الناس. ففيها شوي رهبه. مع الدروس والحصص وكذي فجأة انطقت من بعد 10 سنين. ما شاء الله. فمواقف اللي تأثر واللي تصير يعني وايد تلامس القلب، وحتى لو الواحد ضعف وقال يعني تعبت ولا هذا، كذي مواقف ودعاوي الناس بالخير يعني سبب من الأسباب أني أنا أستمر اليوم. صح. وتشجيع. إي والله. أفراح أنت معطية كل وقتك وجهدك حق الهواية هذه؟ إي نعم. هي وظيفتك؟ هي وظيفتي بالحياة. يعني حابة هالشيء يعني؟ حابة، لأن كبنية كويتية وبعمري شابة وايد في يعني أريحية حق سواء حق الأهل ولا حق الأطفال ولا حتى حق البنات، لأن اشتغلت بوظيفتين ما قدرت ألم بكل الأمور. فاليوم الحمد لله عندي مربطي الخاص وعندي تدريباتي هني بمربط الدراوي ما يقصرون، ففاتح المجال حق البعيد والقريب انهم ياخذون التدريبات معي. الله يوفقك. افراح اذا حابه تقولين كلمه اخيره تفضلي. حابه اشكركم، وحابه انصح كل اهل متخوف او يبي ينمي هوايه الخيل، لا ترددون. الخيل وايد يعطي ثقه بالنفس، يعطي معنى ساعات للحياة عند الطفل، لأنه يكون هذا شغله الشاغل بعيد عن الآيباد. صح. بعيد عن التكنولوجيا. لأن اليوم وايد يهالي يوني عندهم وضعيات جسمهم غير صحيحة، خلاص صرت أعرف من يقعدون الآيباد. فأنصح الأهل بعدوا عيالكم عن التكنولوجيا، خلهم يعيشون بالطبيعة، يشغلون وقتهم بشيء يعني مفيد. صح. لأنه راح ينفعهم لما يكبرون، راح ينفعهم. صح. وراح يكون عندهم كاريزما
وكاركتر. يعني دائما في فرق بين الطفل اللي يجيني بالتكنولوجيا والطفل اللي بالحياه، يعرف يتكلم، يعرف يتجاوب، يعرف يحاور، واثق من نفسه، واثق من نفسه. والحمد لله يعني لما ادرب اليهال اشتغل زياده هما، مو بس على ركوب الخيل، هما على الثقه، على التواصل، انه ما يستحي. والحمد لله يعني عندي يهال من سنتين لليوم عمرهم 11 سنه وهم معاي في المجال. ما شاء الله. اي والله الله يوفقك افراح، وان شاء الله توصلين للطموح اللي انت تبينه. امين. حياك الله معنا. الله يحييك.